ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض بطه، دي بطه بلدي، هعملها بالمرده، هتبقى حلوه جدا جدا، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. معايا بصل، دول حوالي 3 بصلات صغيرين، معايا حوالي معلقه من الزبيب، ومعايا معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحط الفلفل الاسود على البصل، وهحط معلقه من الملح، همرته. هي اسمها مرطة عشان بتتمرد كده بالشكل ده. طلع طبعا ريحتها وتطلع كل حاجة فيها. اعملها بس كده على طول. بعد كده هبدأ احشي بيها البطة. البطة دي انا عملت فيها ايه؟ انا غسلتها، البط بيتغسل بالدقيق والخل، غسلتها بالدقيق والخل والملح، وبعدين شلت منها الحاجات الزيادة على قد ما قدرت، لان هي بطة صغيرة، دي بطة 2 كيلو. وبعدين رحت منقعاها في دقيق وملح وخل وليمون مدة ساعتين. بعد كده صفيتها وحطيتها في التلاجة تكمل تصفيتها لتاني يوم. دي كده هي اتصفت خالص من ميتها. همسك بقى كده البطة وافتحها كده من جوه، واحط الاول شوية تتبيلة من اللي في ايديا عليها كده من فوق، واحط بقى الباقي من جوه بالشكل ده. طعمها بيبقى حلو جدا جدا بالمرتة. بعد كده هحط الزبيب، الزبيب بيديها طعم حلو قوي زي البرتقال كده. بعد كده هجيب معايا الكبدة بتاعتها والقناصة والقلب، واحطها برضو عليها كده، اقفل بيها من بره. وفي الاخر بقى معايا خلة هجيبها واقفل بيها. اهي سهلة جدا ومفيش فيها اي تعب ولا اي حاجة، هي التعب بس في الغسيل، غسلها لازم تتغسل كويس جدا عشان ريحة الزفارة. كده اتقفلت معايا وبقت حلوة جدا. يلا بقى نتنقل على الحلة عشان اوريكو ازاي بعملها وازاي بسويها، خليكم معايا. بصوا بقى دلوقتي انا جبت حلة حطيت فيها اي مادة دهنية اللي انت عايزاه، انا حاطة زيت، وهجيب بقى كده البطة وسخنيها جامد، يعني اقصى درجة في السخونة. وبعد كده هننزل بقى كده بسم الله بالبطة كده اهو، هنديها تشويحة كده من على الجنبين. بعد كده هنزل بقى ايه بالحاجات بتاعتها اللي انا جاهزها، مجهزة بصل وجزر وفراخ وفص من الثوم وطماطم، ده كله هيتحط عليها عشان يدينا شوربة حلوة بالشكل ده. نشوح بس كده مع الجنبين، وبعد كده نبدأ بقى ايه بحط المكونات، وهنحط بقى البهارات بتاعتنا اللي هي الحبهان والفلفل الاسود ورق الرولة والمية السخنة. اهي زي ما انتوا شايفين بتتشوح تاخد لون بس كده، وبعد كده احط بقية الحبهان. خلاص خدت لون كده وخدت صدمة معايا، هبدأ بقى احط لها الحاجات بتاعتها. هحط الاول الطماطم، هنزل كده بالطماطم والبصل، البصل، واحط الجزر، وده كراش بيديها طعم حلو قوي، ودي فص توم كده زي ما هو، هحطه بيشيل الزفارة وبيبقى حلو جدا مع الفراخ، وبيبقى حلو مع كمان مع البصل. نحط بقى ورق لورا اهو 3، ونحط 3 حبهان، ونحط بقى رشة فلفل كده عليه بالشكل ده، دي الراس بتاعتها والرقبة، اللي مش عايز يحطهم دي حرية شخصية بالشكل دوت. المكونات الحلوة دي طلعت جميلة جدا، تشويحة بس كده صغيرة، هنزل بالمية المغلية، لازم المية تبقى مغلية. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بعد كده بالمية المغلية.
هزودها كمان شوية مية، وبعد كده هغطي عليها واسيبها لحد ما تدخل في السوق، احط لها الملح ونكمل بقية الوصفة مع بعض. دلوقتي بقى البطة الجميلة الموزوزة دي عايزة ايه؟ عايزة اكيد محشي. دلوقتي هنعمل محشي بتنجان وفلفل وكوسة، حاجة كده صغيرة مش كتير. هنعمل دلوقتي الخلطة بتاعت المحشي جاهزة، اللي هي اللي عملت بصلاية صغيرة وعليها شفشق من الطماطم، صلصته كده بالشكل دوت بس، ما عملتش اي حاجة تانية. يعني حطيت البصلة خدت يدوب تتبيق دبلت معايا، ورحت حاطة الطماطم اتسبكت معايا وخلاص. ومعايا حوالي كوبايتين من الرز، معايا حزمة من كل شبت وبقدونس وكزبرة، معايا بصلات صغيرة مفرومة، ومعايا 3 فصوص من الثوم، فصوص كبيرة برضو فرمتها، ودي مكعبين من المرق، دي اختياري، لو عايزين حطوا مرق مش عايزين براحتكم. ومعايا الملح، ومعايا معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الكزبرة. هحط دلوقتي البصل والثوم هنا كده على الخضرة، وهحط عليها الملح بالشكل ده، وهحط عليها الفلفل الاسود والكمون والكزبرة، واعملهم كده مع بعض عشان يطلع لي الريحة. حط بقى المرق، حط نص معلقة من القرفة، القرفة برضو بتديها يعني ريحة جميلة جدا. دلوقتي هنزل بقى بالرز، الرز ده مغسول ومتصفي زي ما انتوا شايفين كده، هعملهم بقى كده كلهم مع بعض، وانزل بالصلصة اللي انا عملتها اهو، هنزل بيها كلها. طبعا الصلصة بتبقى معايا ناشفة، بس هي كميتها كبيرة، بس بعشفها عشان ما يبقاش فيها مية. عوامل نجاح المحشي ان الصلصة ما تبقاش مية مية عشان تحسي بطعمها في المحشي بالشكل ده. هدوقها طبعا واشوف هي محتاجة ملح تاني ولا لا، لو محتاجة هحط، لو مش محتاجة خلاص يبقى كده تمام. بصوا ازاي لونها حلو معايا. دلوقتي انا هجيب بقى كده الحلة واحط فيها الحاجات اللي انا بحطها. اول هدوق ملحها مظبوط جدا. دلوقتي انا جبت الحلة اهي معايا، احط فيها فلفل بالشكل ده في الارضية، وطماطم، كل الحاجات دي بتديها طعم حلو قوي، واحط بصل اهو، واحط الجزر بالشكل ده، وبعدين احط عليها رشة من الفلفل ورشة من الملح. ادي الملح وادي الفلفل. هجيب بقى ده البتنجان والكوسة والفلفل، انا غسلتهم الاول، قورتهم بالشكل ده، وبعد كده اتغسلوا كويس جدا، وبعد كده هبدأ احشي بقى. تحشي بالشكل ده، ما تخليهاش مكبوسة من الرز، خليه كده عقلة صباع كده، عشان ايه؟ لما هيستوي هيترفع لفوق، يعني خلي المسافة اللي فاضلة عقلة صباع بالشكل ده. حطه بقى كده واقف في الصينية، واعمل واحدة كوسة، برضو الكوسة ما تحشيهاش قوي بالشكل ده، واعمل واحدة فلفل، بفتح الفلفل كده بعد كده بحشيه، الفلفل نفس النظام برضو اهو، وهقفلها كده واحطها. هكمل بقى بقيت كل ده مع بعض ان شاء الله، وارجع لكم تاني لما اخلصها. عايزه اقول لكم بقى ان مش لازم نعمل كميات كبيرة من المحشي، يعني اعملوا على قدكم، يعني حرام يعني لما المحشي يتعمل ونتعب فيه ونوقف كل الوقفة دي في المطبخ، وبعد كده في الاخر يبات تاني يوم وتالت يوم وبعد كده يترمي، يعني حرام. فكل واحد يعمل على قده عشان الباقي ده حرام ان هو يترمي، دي نعمة من عند ربنا. فانا دلوقتي ايه عاملة يدوب على قدنا اهو بالشكل ده اهو كده خلصت. هحطه بقى كده واحط عليه شوربة من شوربة البط، وهتشوفوا معايا ان شاء الله يطلع احلى محشي والذ محشي. خليكم معايا.
بصوا كده معايا، انا قررت ان انا انقله في حلة تانية اصغر عشان لقيت الحلة كبيرة جدا، فهحطه بقى كده وارصه بالشكل ده. بس كده حلو قوي كده، هحطه بقى على النار واحط عليه الشوربة ونكمل مع بعض. عملت البط اهي خلاص دخلت على السوا، هحط بقى على المحشي شوربة من البط، احلى طبعا شوربة شوربة البط. هحط كده مش هملاها، هحط يدوب ربع الحلة عشان لو مليتيها هتبقى كلها مية. هي طبعا الخضار لما يبدأ في السوا هتلاقي نزل مية كمان غير اللي انت حطاها بالشكل ده اهو. بس كده هغطي عليها بقى واسيبها تستوي. بصوا بقى دلوقتي البطة خلاص خرجت معايا وبقت حلوة جدا ومستوية جدا وريحتها تحفة ما شاء الله عليها، جميلة جدا. دلوقتي هشيلها كده احطها في صينية. معايا معلقة من الزيت، معلقة صغيرة، ونص معلقة او ربع معلقة من الصويا صوص. الصويا صوص دي بتديها طعم حلو قوي عشان انا هدخلها الفرن، بتديها طعم وبتخليها تتحمر بطريقة كويسة. هدهنها كده بالشكل ده كلها عشان ادخلها الفرن. خلاص كده انا دهنتها من الوش ده، هدخلها الفرن على الشواية تتحمر من الوش ده، بعد كده اقلبها اكمل شوية دول من الوش التاني. خليكم معايا بقى هدخلها الفرن ووريكم بعد ما تحمر، ووريكم بقى المحشي وعليها البطة، اكلة حلوة جدا يا رب تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. بصوا بقى دلوقتي انا خلاص خلصت المحشي ما شاء الله جميل جدا، وخلصت الشوي البطة وخرجت من الفرن. بصوا ما شاء الله عليها حلوة جدا جدا جدا. وجربوا تركة الصويا صوص دي هتعجبكم قوي قوي عشان هي بتدي لون كده زي ما انتم شايفين، وبتدي طعم كمان حلو جدا للبط والفراخ واللحمة كمان. بصوا بقى عايزة اوريكم هي ازاي مستوية، مستوية حلوة جدا ما شاء الله. بصوا بس هي سخنة دلوقتي قوي، سخنة جدا، وهوريكم كمان المرتة اللي جوه. بصوا بقى دي القنوصة اهي، دي المرتل والزبيب، حلوة قوي قوي قوي. بصوا بصوا حلوة جدا، يا رب اللي جربها الف هنا عليه. ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير والسبسكرايب. انا كنت معكم صفا، شكرا.